في هذه الحالات هو كان منتظر بالنظر اولا لعدد التحركات والسفر والتجمعات ديال المواطنين هذه الاولى، ثانيا التراخي التام ديال المواطنين فيما يخص الاجراءات الاحترازيه الدنيا لمحاربه كوفيد، بحيث ما بقيناش كنشوفوا بصفه نهائيه اي احتياطات، بل هناك سلوكات معاكسه تماما والتي تساهم في انتشار الفيروس. النقطه الثالثه هو انه المواطنين اللي خدوا جرعات ديالهم او اللي سبق لهم مرضوا بكوفيد دازت عده اشهر على المرض ديالهم ولا على التلقيح ديالهم، وملي كدوز عده اشهر على التلقيح ولا على الاصابه المناعة كتبقى كتحمينا ضد الحالات الخطيرة والوفيات إلى حد ما، ولكن ما كتبقاش كتحمينا ضد الإصابات الجديدة، وبالتالي الناس اللي مقحين كيتصابوا بسهولة والناس اللي سبق تصابوا كوفيد كيعاود تصابوا مرة ثانية والثالثة كوفيد من جديد. والسبب الرابع هو المهم، هو أنه احنا عرفنا في المغرب في بداية السنة موجة كبيرة ديال أوميكرون كان متحور فرعي بيئة واحد، اليوم عندنا بيئة اثنين هو الأكثر في المغرب وهو أسرع من بيئة واحد، هو اللي كيفسر لنا السرعة اللي بدات كيتشهد هذا الارتفاع. كذلك عندنا بيئة خمسة اللي هو أكثر ارتفاعا من بيئة اثنين، وهذه بيئة خمسة في الأسابيع القليلة المقبلة غيولي وسائد، وبالتالي كنتوقعوا لأنه الحالات الإيجابية غتزيد تستمر في ارتفاع الأسابيع المقبلة، وربما يكون عندنا جوج ديال الذروات في هذه الموجة، الذروة الأولى خاصة بيئة اثنين والذروة الثانية خاصة بيئة خمسة. بالنسبة للوفيات ما كنتوقعوش غادي يكون شي تأثير كبير ديال هذه الموجة على المنظومة الصحية ولا على الوفيات كبير، ولكن كل ما تزادت الإصابات إلا وغتزادوا الوفيات.